ايش يا عبد الله مطولين يا عمي، بشوف القصف قرب علينا. وايش انتم ايش بدنا نسوي؟ والله ابو خالد الواحد مو عارف حاله برضه وين بده يروح، ايش ظل الظروف اللي احنا عايشينها هذه. طب طلعتوا انتوا يا عمي دورتوا شفتوا ايش ايش تسويه؟ احنا شفنا وين ما تروح وين ما بتقف احنا بندفع عاليه في رفح. طلع على رفح الشرقيه بتحس الاشي قدامك يا وردي الاشي بقلب يا وردي. طب وين الهوايه هذه يا عبد الله؟ هذه الهوايه صارت كلها يعني عادي انك تسمع في منطقه زعرب عند الشؤون، صارت الامور بين المدنيين يعني قربت يا معلم. الله ينور عليك. يعني افتح الراديو يا حازم نشوف ايش وين وصلوا الجماعه. هات هات يا يا ابن الشيخ، هات يا حلا يا سيدي، هات الشيخ هات الشيخ. ايش يا سيدي؟ بدنا نروح ان شاء الله على المواصي يا سيدي، زي ما بيحكوا لنا نروح على المواصي، لانه ان شاء الله الامان بالله هي منطقه امنه ان شاء الله. توسيع مرقة الحرب في رفح، اقترح ان نستمع ووزير الدفاع الامريكي كما تفضلت بالفعل يقول نعكف على مراجعة بعض المساعدات الامنية لاسرائيل على المدى القصير في سياق تطور الاحداث في رفح. لم نتوصل، يقول الوزير اوستين، لم نتوصل الى قرار بشان الاسلحة التي جرى تعليق ارسالها الى اسرائيل. والله اشتقت لك يا اخي، كيف حالك؟ وين انت؟ تعال اقعد. تعال ابو وسيم. تفضل ابو وسيم. تعال. هذا مكاني يا اخي. اقوم يا رب. والله قرفت انا، اللي خاطر اطلع فوق على الجبل نطلع نشب الهواء، ايش رايك؟ والله احنا قاعدين نقعد فوق. ابعت الاولاد خليهم يحضروا لنا كرسيين فوق نقعد. هو حط الكراسي من فوق يا عبيدة، وديهم فوق جاهز القعدة فوق. السلام عليكم. السلام عليكم. ايه؟ نطلع فوق. نطلع فوق يا ابو العبد. ايش يخلصهم هذول؟ من وين يروح؟ وين يروحوا هذول الناس؟ والله ما اعرف وين يروح. إلها الله يا ابو خالد. والله الها الله. ايش مليون ونص عدد سكان رفح؟ 250 الف نسمه. هذا مسبقا اجى معلم، مليون و250 الف نسمه من الشمال والغزة. وين بدهم يروحوا؟ مش عارف. يلا شايف يا عبد الله، هاي الناس اللي من الصبح يا عم بتنزل. هذا هو يا عبد الله. هذه لا يمكن بيجي القيت 10 نقلات. هذه بتنقل مربع 100 متر في 100 متر من الصبح صار طالع 10 ايام. هذا هو. هذه كانت كلها مليانه، هاي الخيمه هي فضيت. حسبي الله ونعم الوكيل.